أخبار اليوم. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ أخبار اليوم مع الشيف نيفين عباس وحلويات رمضان. أهلا بكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة إن شاء الله هنعمل لكم من ضمن حلويات رمضان صينية جلاش بالكاستر. هنيجي للمكونات بتاعتنا. عندنا هنا حوالي كوبايتين لبن كامل الدسم، وعندنا كمية من السمنة اللي هندهن بيها الجلاش، وعندنا هنا لفة جلاش، ربع كوباية سكر، والسكر ممكن تزودي لو انت بتحبي الحاجة مسكرة شوية. عندنا دول 4 معالق كبار من البودرة بتاعت الكاستر. ولو عايزين نعمل الكاستر عندنا في البيت بيتعمل كل كوباية لبن عليها صفار بيضتين. بنحط اللبن مع الفانيليا على النار والسكر، اول ما يسخن نضرب البيض شوية الصفار في طبق لوحده، وبعدين ناخد مغرفة من اللبن بعد ما يسخن نحطها على الصفار ونضرب بسرعة عشان البيض ما يستويش، ونرجعها على النار تاني، نفضل نلف فيها بالمضرب السلك لحد ما تتخن معانا. يبقى كده برضو احنا عندنا الكاستر المنزلي. هنيجي بقى للطريقة. اول حاجة عندنا هنا هنحط على اللبن البودرة بتاعت الكاستر والسكر، وبعدين هنرفعهم على النار نفضل نقلب فيهم لحد ما يتخن معانا، ونبتدي بقى نعمل الجلاش. هنحط هنا السكر، وهنحط البودرة بتاعت الكاستر. طبعا بودرة الكاستر دي عشان ايه يعني اسرع شوية. وبعدين احنا عايزين الجلاش ابو كاستر، عايزين الكاستر بتاعه يبقى تقيل ما نعملوش خفيف. هنقلبه الاول وبعد كده نرفعه على النار. ما تحطيش بودرة الكاستر وهي على لسه يعني لما يبقى اللبن بيغلي على النار ما تحطيش البودرة. احنا ندوبها الاول بره وبعد كده نحطها على النار. هحطها على النار لحد ما تبقى كاستر وتلف معايا، وبعدين هرجيها او نكمل الخطوات مع بعض. هنا هو انا عملت الكاستر اللي انا قلت لكم عليه. هنيجي بقى للجلاش. هنجيب الاول الصينية. انا بحب اعمل في الصينية دي لان حجمها حلو. هندهنها شوية سمنة بالشكل ده، الجلاش ده بيتعمل له شربات. الشربات عبارة عن 2 كوباية سكر عليهم 1 كوباية مية وعصير ليمونة. نقول تاني، الشربات مقاديره 2 كوباية من السكر عليهم 1 كوباية من المية وعصير حبة ليمونة. بنحط كل المقادير دي مع بعض، وممكن ننكهها بشوية فانيليا. بنحط كل المقادير مع بعض على النار لمدة من 25 لـ30 دقيقة لحد ما يبقى معنا شربات حلو. هنجيب هنا الجلاش بقى، هندهن ورقة ورقة. الأول هنحط ورقة تبقى من هنا ورقة من هنا. أنا هوريكم ازاي دلوقتي. هنيجي هنا ندهن أول ورقة. طبعا الحلويات الشرقية من الحاجات اللي هي ايه محببة للجميع جدا في رمضان، خاصة ان احنا بعد الفطار بنبقى محتاجين ايه حاجة فيها نسبة من السكر، لان طول النهار مع الصيام وكده بنبقى عايزين حاجة فيها سكريات كتير. هنحط زي ما قلت لكم كده اهو، هنجيب الورقة دي كده وندخلها على جوه بالشكل ده، ونخلي بالنا لا تتقطع مننا كده، لان دي اللي احنا هنقفل بيها في الوش في الاخر. هنعمل بقى التانيين كده. هندهن برضو كل ورقة بالسمنة. ايدينا تكون سخية شوية في موضوع السمنة ده بالنسبة للحاجات اللي هي بتحتوي على الجلاش، لان الجلاش بيحب دايما سمنة عشان يبقى مقرمش كده وطعمه لذيذ. دي حطيناها كده، هنحط دي كده اهو، هنجيبها هنا بالراحة خالص كده. برضو
ننزلها بشويش خالص عشان ما تتقطعش مننا. كمان واحدة طبعا. الجلاش بيتعمل يا اما بسمنة الدهن سمنة او زبدة او سمنة فلاح، لكن ما عمره ما ندهنه زيت لان مش هيبقى له طعم. بس طبعا ما نكترش بقى في الحلويات والحاجات دي، عشان ايه بيجيلي دايما رسايل ان يعني بيقولوا لي بنطلعوا من رمضان بقى تخنانين ولسه كمان العيد وكحك العيد والسمنه والدقيق، فاحنا ايه ممكن ناكل كل اللي احنا عايزينه بس بكميات قليله. نحط كمان واحده. مش لازم تبقى مترتبه قوي يعني، لان احنا لسه هنحط طبقه من الكاستر عليها. احنا بس عايزين نعمل للكاستر قاعده حلوه بحيث ان هو ما يتحرقش. كمان واحدة. كده. حطها كده برضو. دي بقى نحاول ندخلها جوه شوية. بحس ان هي ضغطت لنا القعده بتاعته بتاعت الصينيه يعني تحت. ممكن نجيب بقى نص ونحطها هنا لوحدها، لان كده الجناب بقت كفايه. هندهن كده نص واحده. نقطع بالواحه كده بالشكل ده. هنحطها بقى في القعر. اهو كده بقى عندنا القعدة. هنجيب الكاستر بتاعنا. طبعا الكاستر المفروض يتغطى اول ما يتعمل، بس انا معلش نسيت ان انا اغطيه. وزي ما انتم شايفين انا عاملاه تقيل اهو عشان ما يسحش مننا في النار. احنا عايزينه يبقى بنفس الدرجة بتاعت تماسك القشطة اللي احنا بنحطها في الكنافة وفي القطايف وكده، لان لسه هيدخل النار. نحطه كده نسويه. وطبعا ده خلي بالك ايدك لان هو بيبقى سخن. بالشكل ده. وهنبتدي بقى ايه نقفل. نقفل كده. نضغط عليها شوية بس مش قوي يعني، بحس ان احنا ايه نقفلها من كل الجوانب كده شكلها يبقى ايه متساوي. هندي بس دهنة هنا على الوش كده. ودي هندخلها الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة متوسطة لحد ما يبقى لونها دهبي. ما تفتحيش عليها الشواية لحد ما تلاقي هي بقت دهبي من فوق. واول ما تطلع هنزقها بالشربات على طول. هدخلها الفرن واوريكي بعد ما تطلع تبقى عامله ازاي. الجلاش اهو ابو كاستر بعد ما طلع من الفرن خد مني حوالي 15 ل 20 دقيقه. طبعا ده بيختلف على حجم الصينيه. انا عامله العسل اهو، العسل دافي شويه مش سخن ولا بارد، لكن الجلاش هو اللي سخن. هنحطه كده نزقيها بيه كله. هي شربانه في ساعتها اهو. نزقها كده. هنسيبها في التلاجة يوم كامل او 6 ساعات لحد ما الكاستر بتاعها يجمد. احنا ما نقطعهاش وهي لسه طالعه من الفرن عشان الكاستر جوه سايل، ف
فاحنا نستنى يجمد في التلاجة وبعدين نقطعها ونقدمها. انا هدخلها التلاجة وهسيبها لحد ما الكاستر بتاعها يجمد خالص، وهوفر لكم شكلها بعد ما طلعتها وقطعتها تبقى عامله ازاي. وده شكل الجلاش اهو لما برد في التلاجة. انا مع هو عامل كده بس عشان انا حطيته سخن، بس احنا بنسيبه يبرد الاول في حرارة المطبخ وبعد كده ندخله. وده شكل الكاستر اهو من القلب لما جمد. ممكن تزينيه بجوز الهند زي ما انا عامله، او ممكن تحطي مكسرات او عسل زي ما انت عايزه، ويتقدم ساقع زي ما احنا شايفينه كده. اتمنى تكون حلقه النهارده عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله بكره.